السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام، صبحكم الله بالخير والنور والسرور والعمل والإنجاز واللطافة. اليوم حلقتنا مشاهدينا حلقة يوم الخميس، أوعدكم أنها راح تكون خفيفة. وخلونا نتعرف على أبرز عناويننا لليوم. حلول مبتكرة في مجال الأمن الغذائي. مدرسة جوعان بن جاسم تنظم فعالية حوار الثقافات. ريحة هلي ترسيخ للبر ورد للمعروف. تعرفوا على أحوال الطقس قبل التخطيط لعطل نهاية الأسبوع. في أول تقاريرنا لهذه الحلقة تحت شعار يداً بيد من أجل بيئة صحية وسليمة، احتضنت أمس مدرسة الخور الابتدائية للبنات التعليم المبكر ملتقى الخور الأول للصحة والسلامة. عن تفاصيل هذا الملتقى وأهدافه نتابع في التقرير التالي. تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم العالي، احتضنت مدرسة الخور الابتدائية للبنات مرحلة التعليم المبكر ملتقى الخور الأول للصحة والسلامة تحت شعار يداً بيد من أجل بيئة صحية وسليمة، وذلك بغية رفع المستوى الصحي والبيئي والنفسي لدى الطلبة والعاملين في المدرسة، فضلاً عن تفعيل دور أولياء الأمور. الملتقى الذي يعقد ليومين بدعم من شركة الكهرباء والماء القطرية له أهداف كثيرة تأتي في مقدمتها إكساب الطلاب أنماط صحية آمنة وسليمة لممارستها مدى الحياة، ونشر الوعي المجتمعي لمفهوم الصحة والسلامة، ورفع قدرات العاملين بالمدرسة في مجال الصحة والأمن والسلامة. هذا الملتقى يعد من المبادرات المتميزة التي تحرص عليها مدرسة الخور الابتدائي للبنات لتوعية وتثقيف أبنائنا الطلبة، واللي أذهلني اليوم أن هناك كثير من الشركاء في الدولة حقيقة اللي ساهموا في دعم مثل هذه الملتقيات في توعية تثقيف أبنائنا الطلاب، وتعرفنا على كثير من الأنشطة والمبادرات التي لديهم والتي تستهدف أبنائنا في المدارس. احنا نأمل مستقبلا ان تتضاعف هذه الجهود لاكساب ابنائنا الانماط الصحيه والسلوكيه السليمه التي يستطيعون ايضا ان ينقلونها الى بيوتهم واسرهم، وبالتالي يصبح عندنا مجتمع سليم وصحي. يشار الى ان الملتقى حفل بمشاركه كبيره بلغت 16 جهه في الدوله، مثل وزاره الداخليه، المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء، أكاديمية سبير، بلدية الخور والذخيرة، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الهلال الأحمر القطري وغيرهم. احتفاليات أو فعاليات جميلة جدا نتمنى أن توصل حق عيالنا. الحين مشاهدينا وصلنا لجولتنا اليومية من علوم جرائدنا لليوم. صحيفة معنا راح تكون صحيفة الشرق. سمو صاحب السمو يوجه بالاستفادة من استراتيجية التنمية الأولى لتفادي المعوقات. وفي ذلك ترأس سموه الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والمجلس مشاهدينا يطلع على مستجدات شؤون الطاقة والاستثمار. خبر آخر في الشرق، المؤتمر الإسلامي يكرم قطر لدعمها فعاليات القدس. في هذه المناسبة أكد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة على ضرورة العمل على تمكين الشباب في العالم الإسلامي. وخبر أخير في الشرق، مركزان صحيان في بني هاجر وعين خالد 2020، وأعلن الدكتورة هيام السادة انتقال 30% من المراجعين للمراكز الجديدة. والجميل أنها توجد عيادات لجراحة الأسنان في المراكز الصحية لتخفيف الضغط والقضاء على تباعد المواعيد.
عندنا في صحيفة الوطن رئيس الوزراء يفتتح الاحتفالية السنوية للترشيد، ومعاليه قام بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة. عندنا أيضا خبر في الوطن، انطلاق المنتدى الاقتصادي القطري الأمريكي بمدينة رالي، وختام ناجح لجولة الحراك الاقتصادي بالولايات المتحدة. عندنا أيضا خبر في الوطن، تخريج 300 طالب من أكاديمية الخدمة الوطنية أغسطس المقبل لاستكمال دراساتهم بأعرق الجامعات. وفي ذلك أكد اللواء الركن سعيد بن حمد النعيمي رئيس الهيئة أن البرنامج الضابط الأكاديمي الذي تنفذه الهيئة يهدف إلى تأهيل المرشحين من خريجي الثانوية العامة بالعلم والمعرفة من خلال التحاق بأرقى الجامعات العالمية المرموقة، وأكد في ذلك على أهمية العلم والتركيز عليه. عندنا أيضا في صحيفة الوسيل، مجلس الوزراء يوافق على قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث أحاله إلى مجلس الشورى. وفي الوسائل الاقتصادية 15% نمو الصادرات غير النفطية في 3 أشهر، حيث بلغت 5.64 مليار ريال. وفي بورصة الوسائل 6 مليارات ريال مكاسب البورصة خلال جلسة، والمؤشر العام يرتفع إلى يرتفع بواحد فاصل 1% إلى 9055 نقطة. وفي العرب عندنا الغانم يشهد فعاليات اليوم الختامي لتمرين درع الخليج 1 بالسعودية، حيث شارك سعادة الفريق الركن طيار غانم من شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية بحضور فعاليات اليوم الختامي لتمرين درع الخليج المشترك رقم 1، والذي انعقد تم انعقاده في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 16 أبريل 2018. عندنا أيضا خبر في العرب، المكتبة الوطنية تطلق المعرض الرقمي جمال المعلومات. افتتحت مكتبة قطر الوطنية أمس معرضها الرقمي الأول جمال المعلومات، والذي يستخدم تقنيات مكتبة قطر الوطنية المتطورة في عرض البيانات بشكل بصري جذاب بلغتين العربية والإنجليزية. عندنا أيضا في صحيفة العرب، التعليم تطلق موظفي ومديري المدارس على تطلع موظفي ومديري المدارس على استراتيجية 2017-2022، وتم استعراض آلية الحوكمة وطريقة الرصد والمتابعة. عندنا في صحيفة الراية، القطرية تشتري 332 طائرة أمريكية ب 92 مليار دولار، وكان ذلك خلال زيارة لمصنع شركة بوينغ. وأيضا عندنا في الراية، الشيخ المياسة تحاور المعلمين في ورشة تثقيفية نظمتها متاحف قطر لتعزيز المحتوى الفني والتراثي. وفي آخر خبر في الوطن، دشة اللفاح تنطلق إلى حالول بمشاركة 27 فريقا، وكورنيش الدوحة يشهد منافسات مسابقة سنيار العائلية. مشاهدينا، كانت هذه آخر جرائدنا وأبرز عناويننا لليوم. عندنا الحين اتصال هاتفي من إدارة الأرصاد الجوية، ورح نتعرف على حالة الجو خلال هذه عطلة الأسبوع. ومعانا سارة النعيمي المتنبئ الجوي بإدارة الأرصاد الجوية. صباح الخير سارة. صباح النور يا هلا سارة. كلمين عن أحوال الطقس خلال هذه العطلة. أبشري، أقل درجة حرارة سجلت صباح اليوم كانت في مسيعيد 15.2 درجة مئوية و 22.2 على الدوحة. شهدت البلاد بالأمس غبار مطر خاصة على المناطق المكشوفة، أدى إلى تدني الرؤية إلى أقل من 4 كيلومتر. بالنسبة للحالة الجوية لليوم والأيام القادمة، تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على مستوى السطح، مما يؤدي إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تعمل على إثارة الغبار المحلي خاصة على المناطق المكشوفة. وعن أجواءنا اليوم، توجد تحذيرات برياح قوية متوقعة على بعض المناطق أحياناً، وأمواج عالية داخل البحر حتى مساء اليوم. وتكون الأجواء حارة نسبياً خلال النهار مع غبار خفيف إلى غبار مطر أحياناً. والرياح بشكل عام شمالية غربية على جميع المناطق 8-18 عقدة، تصل 24 عقدة على بعض المناطق نهاراً، وتقل على الساحل ليلاً إلى أقل من 8 عقد، ودخل البحر إلى 15 عقدة.
ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم يصل 8 أقدام على بعض المناطق أحيانا، حيث من المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة في مدينة الجوحة اليوم 33 درجة مئوية. وعن حالة الطقس المتوقعة لعطلة نهاية الأسبوع، تلغى كافة التحذيرات على الساحل وداخل البحر، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا بمعدل درجة إلى درجتين مع السحب المتفرقة وفرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق ليومي الجمعة والسبت. أما الرياح جنوبية شرقية جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط سرعتها على بعض المناطق الشمالية ابتداء من يوم السبت ليلا، والموج داخل البحر خفيف إلى معتدل الموج. ومن المتوقع تزايد فرص الأمطار على البلاد من يومي الأحد حتى الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بموجة غبار قادمة من شبه الجزيرة العربية، ومنها قد تقل الرؤية إلى 2 كيلومتر أو أقل أحيانا. والتحذيرات خلال موجات الغبار. هذا والعلم عند الله، مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. متنبئ الجوي سارة النعيمي، كفيتي ووفيتي ما قصرتي من إدارة الأرصاد الجوية. مشاهدينا سارة عطتنا كل البيانات اللي تحتاجونها حق هذه العطلة والأيام كلها القادمة، فأخذوا الحيطة والحذر. ووصلنا لأول بريك، وبعد هذا البريك راح نكمل باقي فقراتنا، انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا من جديد. هذه كانت ورقة سريعة ملخصة لعلوم الجو لمشاهدينا اللي ممكن يكون فاتهم الاتصال المفصل مع الأرصاد الجوية قبل شوي. والحين راح ننتقل إلى الزميل علي النعمة المتواجد بمبنى وزارة البلدية والبيئة، راح يكلمنا أكثر عن تفاصيل ندوة الأمن الغذائي. خلونا نشوف معه. تفضل يا علي. يا هلا، مرحبا فيك اختي في الاستديو، اصبح لك بالخير واصبح المشاهدين ومستمعين قناه الريان. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام في نقل الفعاليات الصباحيه في برنامجكم الصباحي صباح رباح، واحنا اليوم متواجدين في وزاره البلديه والبيئه، حيث تختتم اليوم اعمال ندوه الامن الغذائي بالتعاون مع الوكاله السويسريه للتنميه والتعاون، وذلك لمتابعه تنفيذ سياسات الامن الغذائي
في القطاع الحكومي. أكيد راح يشرفني في الحديث أن يكون معي اليوم السيد مسعود جر الله مدير إدارة البحوث الزراعية في وزارة البلدية والبيئة. سيد مسعود في البداية راح فيك على قناة الريان. يا مرحبا أخوي علي، حياكم الله. الله يحييك ويبقيك. لو تعطينا يعني مفهوم عام عن الأمن الغذائي، لأن كثير من الناس تجهل هذا المفهوم. نعم، هذا طبعا موضوع مفهوم الأمن الغذائي نحب نوضحها من حيث أنه يختلف طبعا عن موضوع الاكتفاء الذاتي. المفهوم الغذائي هو وصول الغذاء سواء كان من الإنتاج المحلي أو كان من المستورد إلى المستهلك بالوقت المناسب بالجودة المطلوبة بالسعر المناسب. جميل. طيب لو تكلمنا يعني عن يعني أهمية الأمن الغذائي بالنسبة لأي مجتمع إن كان خليجي أو عربي. طبعا يفهم من المفهوم الغذائي في أي ظروف كجزء من الأمن القومي، لذلك الدولة كانت حريصة من فترات طويلة على تأمين اللي هو الأمن الغذائي في الدولة، سواء من خلال تعزيز الإنتاج المحلي أو كذلك من خلال الاستثمارات الخارجية في الأمن الغذائي بهدف تسهيل وصول جميع السلع الأساسية إلى جميع من يعيش على أرض دولة قطر. طيب اليوم بنتكلم عن ختام الندوة تقريبا، وبنتكلم عن يعني بداية تعرفنا عن ندوة الأمن الغذائي في وزارة البلدية. نعم، طبعا تأتي هذه الندوة استكمالا لجهود الدولة في مجال الأمن الغذائي. الدولة طبعا وضعت من 2003 خطة للأمن الغذائي، من 2013 خطة للأمن الغذائي. طبعا الخطة هذه تعتمد على عدة مرتكزات، وهي تعرف كذلك بمنظومة الأمن الغذائي. هذه المرتكزات تعتمد على الإنتاج المحلي والمنوط به وزارة البلدية والبيئة وهو القطاع الزراعي، بالإضافة إلى موضوع اللي هو التخزين الاستراتيجي المنوط به طبعا وزارة الاقتصاد والتجارة والمواصلات والاتصالات ممثلة في ميناء حمد. كذلك موضوع اللي هو الاستثمار الخارجي والمنوط به طبعا القطاع الخاص وشركة حصاد ودام، وبالإضافة إلى السوق المركزي أو السوق المحلي. كل هذه المرتكزات الأربعة تمثل أعمدة الأمن الغذائي. طبعا خلال الفترة السابقة كما ذكرنا أن كانت هناك خطة للأمن الغذائي من 2013، أصبح لها الآن 5 سنوات، فأتى الوقت لإعادة تقييمها خصوصا في الظروف الحالية. من هذا المنطلق أقمنا هذه الندوة للاستماع إلى جميع الشركاء في دولة قطر عمدة طبعا إنجازاتهم السابقة في ما يتعلق بمنظومة الأمن الغذائي. طيب سيد مسعود، أنت ذكرت حين وجودكم اليوم في هذه الندوة الاشتراك والسماع مع شركائكم في الأمن الغذائي، أبرز المواضيع اليوم اللي راح تطرح في الندوة؟ نعم طبعا الندوة نحن نتكلم عن اليوم الختامي. طبعا الندوة بدأت أمس، استمعنا فيها مثل ما ذكرت إلى الشركاء المحليين، واستمعنا إلى الخبراء السويسريين من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، بهدف طبعا احنا أطلعناهم على منظومة الأمن الغذائي لدينا، وهم طبعا شاركونا الخبرات العالمية في مجال منظومة الأمن الغذائي. طلعنا بعد ورشة العمل أمس بعدد من التوصيات ستعرض اليوم إن شاء الله على صناع القرار، من خلال أهم التوصيات اللي لابد احنا نأخذها في عين الاعتبار في إعدادنا للخطة الاستراتيجية القادمة اللي أوردي إحنا بلشنا في إعدادها ابتداء من هذا العام. الأمانة جهودكم واضحة في هذا المجال، بس أكيد مشاركة يعني الوكالة السويسرية للتنمية في تنفيذ هذه الفعالية لها أهمية كبيرة، لو تكلمنا عنها أهمية هذه الشراكة مع الوكالة السويسرية. طبعا إحنا الوكالة السويسرية لها طبعا باع طويل في موضوع تطوير السياسات والبرامج، وطبعا هذا الأمر له بعد كذلك بعد سياسي، أن هذه دول صديقة رغبة أن يكون لها طبعا وقفة بجانب دولة قطر بعد هذا الحصار الجائر. كان طبعا هذا الدور مثمن من قبلهم، لأن هذا الأمر وهذه الندوة هي ندوة تعاونية يعني منظمة من قبل الجهتين، الدولة وكذلك الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية. طيب هل سيكون اليوم عندكم في توصيات في ختام هذه الندوة؟ نعم، ستكون هناك توصيات كمخرجات لورشة العمل بالأمس، طبعا ستأخذ بعين الاعتبار
ستعرض الآن أمام صناع القرار المعنيين كذلك بموضوع الأمن الغذائي، وسيتم العمل بها طبعا في من خلال الأجهزة الدولية المعنية إن شاء الله. السيد مسعود جلال الله مدير إدارة البحوث الزراعية في وزارة البلدية والبيئة، نقول لك بيض الله تواجدك معنا على قناة ريان. وجهكم يا بيض، يعطيكم العافية. نعم اختي في الاستديو، كنا معاكم وزارة البلدية والبيئة، حيث اختتمت راح تختتم اليوم أعمال ندوة الأمن الغذائي بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وكان معي اليوم ضيفي السيد مسعود جلال الله تكلم عن أهمية الأمن الغذائي ومفهوم الأمن الغذائي بالنسبة حق المجتمع القطري، وأيضا تكلم على تعاون الجهات المعنية في دولة قطر مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وهذا يعني موضوع من أهم المواضيع المطرحة اليوم في توصيات ندوة ختام الأمن الغذائي. هذا ما لدي اليوم من وزارة البلدية والبيئة، نرجع لكم في الاستديو. شكرا لك زميلي علي، وشكرا موصول ضيفك الكريم. وأيضا مشاهدين راح نبقى بنفس السياق ونقول تسير قطر بخطى واسعة نحو زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي، وذلك لتلبية حاجة السوق المحلي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات سواء كانت زراعية أو حتى حيوانية. وتعمل الحكومة في هذا الإطار على دعم القطاع الزراعي الخاص وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج. المزيد من التفاصيل في صياغ هذا الموضوع في التقرير التالي. خطط متعددة وجهود متنوعة تبذلها الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم المستثمرين في هذا القطاع، سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يسهم في ضمان الأمن والأمان الغذائي. وقد وضعت الدولة خطة زراعية طموحة تهدف إلى تطبيق استراتيجية وطنية تستهدف تخفيض مستوى الاعتماد على المنتجات المستوردة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والخضروات بحلول عام 2030. يبلغ عدد المزارع في دولة قطر حوالي 1200 مزرعة، المنتج المسوغ منها حوالي 300 مزرعة. نهدف في إدارة الشؤون الزراعية إلى جعل أغلب المزارع منتجة مسوقة، لأن المنتج المسوق هو اللي يفيد الدولة من حيث تغطية احتياجات الدولة من الخضار المنتجة محليا. احنا فيما سبق كان الانتاج عندنا يصل في حدود 700 طن سنويا من مختلف المنتوجات، ونحن ان شاء الله بصدد ان يرفع خلال هذا الموسم والموسم القادم الى اكثر من 1000 طن في الموسم. وكذلك بالنسبة لموضوع التوسعة الجديدة، طبعا احنا نتأمل ان احنا نوصل الى 3000 طن سنويا من مختلف المنتوجات. بالنسبة لنسبة الاكتفاء الذاتي تختلف طبعا من نوع من الخضار الى نوع اخر. بشكل عام الخضروات المنتجة محليا تغطي نسبة الاكتفاء الذاتي حوالي 18%. بالنسبة للتمور المنتجة محليا نسب الاكتفاء الذاتي تتجاوز 86%. خلال الاربع سنوات القادمة تهدف إدارة الشؤون الزراعية الى وصول هذه النسب، ارتفاع هذه النسب لتصل الخضروات ل 50% والى 100% بالنسبة للتمور. وعلى صعيد الاهتمام بالثروة الحيوانية، توجه الدولة دعما مباشرا لمربي الثروة الحيوانية. احنا عندنا 9 مراكز بيطرية، وكذلك عندنا عيادات بيطرية موجودة سواء كانت عيادة السوق المركزي او عيادة الطيور، وكذلك عيادات الحيوانات الأليفة والحيوانات الصغيرة. وهذه العيادات هذه بجمالها تقدم خدمات عدة للمربين، والاهتمام بالثرى الحيوانية وصحة الحيوان بشكل عام منع الانتقال للأمراض سواء كانت الأمراض اللي ما بين الحيوانات أو الأمراض اللي قد تكون مشتركة بين الإنسان والحيوان. مزرعة عدبة للدواجن أو للدجاج الأبيض، هذه المزرعة الآن يعني فيها نمو ما شاء الله، نمو جميل ونمو مضطرد،
وكبير. وبعدين التكنولوجيا المستخدمة في هذه المزرعة تكنولوجيا عالية جدا جدا جدا، وهذه التكنولوجيا صحيح انها شوية مكلفة ولكنها نتائجها جدا ممتازة. كما يتم إجراء بحوث علمية لتحسين الإنتاج الحيواني أثمرت بالتوصل إلى تحسين الأداء التناسلي للأغنام وتطوير تقنية التلقيح الاصطناعي. وفي ظل تلك الجهود المتواصلة والدعم المتنامي لهذا القطاع الحيوي، يعيش قطاع الزراعة حالياً طفرة متنامية يتوقع أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، بما يسهم في ضمان الأمن الغذائي. عقبال ما ترتفع كل النسب اللي ذكروها ضيوفنا في هذا التقرير وتصير المنتجات الحيوانية والزراعية تغطي سوق القطري 100%. الحين مشاهدينا راح نروح فاصل قصير ونرجع لكم ونشوف من بعدها فقرات أو فقرة عن حوار الثقافات وحديث عن مبادرة ريحة هلي. خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا من بعد الفاصل. يتعرف طلاب مدرسة جوعان بن جاسم النموذجية للبنين على عادات وثقافات العديد من الدول، كان ذلك من خلال أنشطة متنوعة يقدمها برنامج حوار الثقافات التابع للمدارس المنتسبة لليونسكو. مزيد من تفاصيل مشاهدينا عن هذه الفعالية نتابع في التقرير التالي. يتعرف طلاب مدرسة جوعان بن جاسم النموذجية للبنين على عادات وثقافات العديد من الدول، وذلك من خلال أنشطة متنوعة يقدمها برنامج حوار الثقافات التابع للمدارس المنتسبة لليونسكو. برنامج التنوع الثقافي يسعى إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة. مهم أنه يخلق للطالب صلات مع أخوانه الطلبة الآخرين من الجنسيات المختلفة. القرآن الكريم كما تعلمون يعني هذه جزء أساسي من ديننا الإسلامي، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فهذه خدمة أيضا لقيمنا الدينية الإسلامية وتعزيزا أيضا ما أقرته اليونسكو والأمم المتحدة في اجتماعها الخاص بأهداف التنمية المستدامة، من أن التنوع الثقافي والحوار الثقافي يعد مرتكز أساسي من مرتكزات التنمية المستدامة والحوار بين الشعوب. شارك في الفعالية كل من السفارة الكويتية والسفارة التركية، بالإضافة إلى المدرسة الأردنية، حيث قدموا العديد من الوصلات التعريفية ببلدانهم وثقافاتهم، وهو ما لقي تفاعلاً مع طلاب المدرسة وطلاب ضيوف زاروا المدرسة. اليوم كنا في الحوار الثقافي وشفنا العروض حق الدول، ومنها دولة الكويت والأردن وقطر وتركيا،
كانت تقدم معلومات عن الدول تزيد من ثقافتنا. طبعا اليوم سوينا مدرسة جامعة بن جاسم حوار الثقافات، وصارت العديد من فعاليات منها فعاليات الشعر، وصارت العديد من المشاركات منها مشاركة قطر، دولة قطر، دولة تركيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت. لا تقيسون الدول بالمساحة والقياس، قيسوا الدولة بحكامها ورجالها، شوفوا الدوحة صغيرة لكن ما في بال، فوقها ماد الدول صاير منزالها. ويلقى برنامج حوار الثقافات نجاحاً بين المدارس نظراً لما يقدمه من خدمات تعريفية وتثقيفية لطلاب المدارس من خلال الاحتكاك المباشر بمختلف الثقافات والشعوب، وحتى يضفي البعد العالمي على ما يتلقاه الطلبة ولا يكتفون بالمحلية فقط. تعود مبادرة ريحة هلي مشاهدينا واحدة من المبادرات اللي أخذت على عاتقها الاهتمام بكبار السن وتقدم الدعم المعنوي لهم، مبادرة جميلة وفيهم مسؤولية جزء كبير استضفناها من قبل، لكن اليوم حابين نتعرف على جديدهم في الفترة الأخيرة. وعلى ذلك معانا في الاستديو السيدة رباب المهندي صاحبة هذه المبادرة. صباح الخير أستاذة رباب. صباح النور، يا هلا مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله طيب الله يسلمك. شو أخبار المبادرة آخر الفترة؟ الحمد لله يسلمك حالها. كلمينا عن جديدكم. والله يعني المبادرة اسمها قلنا احنا من قبل ريحة هلي، الحمد لله يعني خذت صوت كبير في بلادي قطر. الحين الحمد لله جديدنا احنا، اول شيء طبعا اول ما بدينا في هالفترة او في هالسنة دشينا في معرض مدرسة. جميل. اي كان اول معرض لنا، كان هو معرض مصغر بس كأول خطوة لنا كانت وايد حلوة، نتائج كانت وايد وايد الحمد لله. مدرسة. بس شنو كان المعرض يتكلم عنه او شنو كان فيه موجود؟ شوفي هو المعرض عبارة عن يعني شوفي عن الصحة، عن يعني كان شامل، عرفتي؟ كان شامل ما شاء الله المستشفى حمد، مستشفى يعني عدة مستشفيات، الخدمات المجتمعية، الخدمة يعني جهات المجتمعية متنوعة ومختلفة. متنوعة اي. كنت أنا موجودة كأول مبادرة يعني ريحة هلي، يعني تحسين أول شيء كان شكلي غلط، بس بعدين لا بالعكس يعني بالذات كانت في مدرسة إعدادي، وايد حبوا الطلاب الفكرة، وايد حبوا إنهم يتطوعون يعني حتى عرفوا في الإعدادي ما شاء الله. أي كانت إعدادي صغار. أيوة أي يعني شوفي تعرفين إن لما يشوفون شيء من التراث قدامك والمشموم ولا عرفتي والصور حاطينها صور هذا أكيد لازم والصور من مجموعة من الشياب والعيايز، فلقوا شيء غريب يعني عرفتي، فياو تم يسألون شنو هالمبادرة، وحتى ما كانوا يعرفون معنى التطوع في مبادرة ريحة هلي شنو أو شنو قيمته، عبالهم مثل أي جهة ثانية يعني تعالوا تطوع سوي شغل يمين يسار وخلاص. لا لقوا إن هذه مش شغل بس، هذه في محبة، في ترابط بين كبير السن وبين هالجيل هالفئة الصغيرة، فكانوا وايد مستانسين. فلو تشوفين الكمية المتطوعين عندي ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه كانت أول فعالية لنا احنا نسويها أو نعرف على المبادرة في مدرسة إعدادي. خطوة وايد مهمة. وايد. خطوة تغيير يعني. شوفي هالفئة الصغيرة هذه، هاي اللي أنت تبين أكثر تكونين معاهم عشان تعرفينهم قيمة أو معنى كبير السن إيش معناه. صحيح. فالحمد لله لقينا نجاح وايد حلو، وكنا وايد فرحانين، كان على يعني فترة الصباحية صدق كان تعب بالنسبة لنا بالذات اللي كان عندهم دوامات، بس الحمد لله المجموعة اللي كانت معي ما قصروا صراحة. هذا هو. والشيء الثاني شاركنا في أسبوع المرور. حلو. فهذه كانت أول يعني شا أقول لك أول خطوة رسمية لمبادرة ريحة هلي. حلو. إن يعني في أسبوع المرور طبعا اسم يعني كبير في الدولة. فطبعا مدام أنا الحين موجودة حبيت أشكر الأستاذ عبد العزيز عيسى المهندي، هو للفضل الكبير عقب الله سبحانه ان احنا ندش او مبادره ريحتها اللي تدخل في اسبوع المرور، فكان شيء يعني شو اقول لك خيال ما كنت متوقع. دائما كنت اروح اسبوع المرور كزايره انا وعيالي نزور اسبوع المرور، انه بس عبالنا اسبوع المرور بس حق
يعني حق المرور، حق المرور فقط. لا، لقينا في فعاليات، لقينا في أشياء ثانية، مبادرات، بالذات يعني مبادرتي بعد كنت أحس شكلي غلط في في المكان اللي أنا كنت فيه. بس بعدين شنو حسيتي يوم شفتي الناس تصابك؟ شوفي خليني أكون صريحة معك، الناس جذبوهم شيئين، أول شيء الاسم ريحتها لي، ثاني شيء الديكور اللي أنا كنت مسويته، كنت مسوي ديكور من التراث القديم، التراث القديم، وهاي اللي أنا يعني أبي، فكل اللي يعني يبي يسأل شنو هاي، يعني أنت شو قاعدين تسوون؟ يمكن أنك مختلفة عن موضوع الفعالية نفسها، يعني أسبوع المرور شيء مرور، شيء رسمي، عرفتي، لكن أنت غطيتي على هالجانب وخدتي طابع تراثي. الواحد بيشوف الشكل، يعني الكل قاعد يسأل، يعني تعرفين كل حوالي يعني مواصلات، عرفتي، فتحصين أنا شركات حق أجهزة معينة، فلقوا إنه لا هاي شيء على جنب غير يعني. زين شو تفاعل الناس شلون كان؟ وايد كان حلو، أنا صراحة ما كنت متوقعة إن ما شاء الله، شوفي سواء من شباب، سواء من كبار في السن، سواء حتى من أطفال، يعني حتى الأطفال جذبهم الديكور الشكل، فكانوا يسألون شنو فيه، شنو عندكم، يعني هاي السؤال معتاد، شنو عندكم، فكنا حتى كنا الصغار حتى نشرح لهم حلو. إن حق كبار السن بالذات إحنا كنا حاطين صورة عيوز، كنا حاطين الأغاني اللي شو أقول لك اللي فيها عن صلة الرحم، عن الترابط بين الجد والجدة، فكان يجذبهم حتى الصوت، الأغاني الحلوة هذه، أيوة، فكان شوفي فرحة المصدر، حركتي فيهم المشاعر والمعنويات كلها، وبعدين يايين يندفعون تقولين عن هاي، فأكيد راح يجون ترابط. والله شوفي أنا يمكن لو أقول لك إنه أنا عندي أصغر متطوعة في صف أول ابتدائي ما شاء الله، وأكبر متطوعة عمرها 55 سنة ما شاء الله، فتخيلي اللي في صف أول واللي عمرها 55 سنة ترى الاثنين نفس الهدف، يبون يكونون مع هالفئة، مع كبار السن، 55 سنة ما راح أقول لك إن هي وايد كبيرة في العمر، لا ما شاء الله عليها بصحتها، أي بصحتها، فتبي تقول لك أنا بعيش مع هالناس، واللي في صف أول تقول لي وديني أنا أبي أقعد معهم، أبي أحبهم، أبي أسلم عليهم، فتحسين إن هاي شيء أنت قاعدة ما تقولي ما أنجزتي، لا أنا أنجزت، مدام إن أنا وصلت لي صف أول ابتدائي معناته إن أنا أنجزت، وأنجزت وايد مو بشوية. أنت تعرفي إيش سويتي؟ الياهل قاعد تعلمينه يندمج مع كبار بحيث إنه يتعلم علوم الكبار ويتعلم من خبراتهم، الكبير قاعد خلينه ينزل مستوى الصغير بحيث إنه يصير في لقاء بينهم بالتواصل، يعني أنت حتى على غير فكرة المبادرة قاعد تخلقين يعني تشتغلين هالمسؤولية الاجتماعية. شوفي بقول لك يعني إحنا قبل إنزين وأجدادنا وما تربينا، احنا هم علمونا يعني المبادئ والقيم والعادات والتقاليد، بالعكس احنا تربينا على هالشيء، عرفتي، ما تعلمنا، لكن الجيل الحين الموجود لا، يبي لك انت تعلمينه تروينا، بس ايوه تعيشينا. بس بطريقه ثانيه، ان انت ما تامرينه، لا انت تعيشينه في الجو، عرفتي، وهذا اللي يحتاجه، يعني هالجيل هاي اللي يحتاجه، سواء الفئه العمريه الصغيره، المتوسطه، حتى الحين احنا الشباب احيانا نجهل يعني شلون نتعامل مع كبير السن، فلما صحيح. تقولي له 1 2 3 ما راح يستوعب كثر ما يعيش في نفس الواقع اللي احنا عايشين فيه، عرفتي، فوايد حلو هاي الشعور، لما تقولي لي اوصفي ما راح اقدر اوصف لك، يعني انا ممكن اجيب لك مشاعرك قاعد توصلني ترى، انت مشاعرك قاعد توصلني انا لين هني. بس انا حابه اسالك رباب بشغله، ابي اتكلم عن هذه الفئه الصغيره، سواء الابتدائي ولا الاعدادي، مستحيل يروحون بروحهم، اكيد لازم يكونوا مع اهاليهم، صحيح؟ شوفين انا بقول لك، هو في طبعا اكيد بالذات الفئه الاعدادي او اللي هاي يعني ابتدائي، هو اكيد لازم يروحون مع اهاليهم، فاحنا ايش قاعدين نسوي؟ احنا عندنا طبعا تعبئه بيانات، او انها يكون عضو او يكون متطوع، فطبعا احنا المبادره تنقسم لاعضاء ومتطوعين، فالاعضاء احنا لما نختارها ما اختارها بالساهل، عرفتي، ومو شرط انه يكون عنده امكانيات وايد معناته انه انا كذي ما راح اختار عضو، بالعكس اي واحد يقدر يكون انه يكون موجود يكون عضو في المبادره. فهاي احنا نسجل بيانات وعقب نقعد نسوي اجتماع حلو، عرفتي، سواء حتى الاطفال خلي اهاليهم يجون ونسوي لهم اجتماع ونشوف، في اطفال ما شاء الله عليهم يعني عندهم نشاط وايد بزياده، وهاي الفئه اللي انا احبها، وايد احب الاطفال اللي عندهم حركه ونشاط، عندهم حماس،
حلو. في أطفال لا هادين، هاي بعد تعرفين تستغلينهم في شيء ثاني. صحيح. يعني أنا ما أرفض لا صغير ولا كبير، بالعكس تحصيني خذيت جميع الفئات، بس إن أنا أقسمهم. يعني في فئة تروح معاك إن لا، في فئة تقدرين تأخذينها زيارة حق إحسان، في فئة تقدرين تأخذينها زيارة حق المستشفى. جميل. عرفتي؟ عندك شخصيات مختلفة. أي. بحيث توزعينها على كل الأماكن. هذا وشخصيات وجنسيات. جميل. أي. الحمد لله. عندكم جنسيات مختلفة من الأطفال بعد؟ أي أكيد. هذا شيء حلو. حتى الكبار عندنا جنسيات. دائماً التنوع أفضل. بالأعمار بالاختلاف بالثقافات دائماً أفضل. دائماً أفضل، لأن بقول لك إذا بتحطين على مثلاً خليجي أو قطري بتتعبين، يعني ما راح تلقين النتيجة اللي أنت تبينها. وإحنا واحد يا رباب. ما هذا هو، خصوصاً هي المبادرة إنسانية. صحيح. ما حددت لا جنسية ولا حددت عمر، ما حددت فيها عمر. فهي إنسانية معناتها تشمل الصغير والكبير. طيب أبي أتكلم عن جانب المبادرة نفسها، تكلمنا شنو عطت، الحين أبي أتكلم شنو تحتاج المبادرة، كلمينا عن احتياجاتها. شوفي المبادرة لو بتكلم عن احتياجها يعني يمكن ياخذ يعني وقت كبير، بس المبادرة أكيد كأي مبادرة يعني موجودة في الدولة محتاجة سند، محتاجة دعم، محتاجة دعم معنوي، محتاجة دعم مادي. يعني شوفي الزيارات اللي احنا نروحها والهدايا اللي احنا نجيبها الحمد لله ربي لك الحمد، الله يعني يساعدنا. أو ما أقول لك في شلتيها على ظهرك ربما المبادرة وايد. يعني شوفي كم سنة، يعني سنتين نقدر نقول أو أكثر شوي، ثلاث سنوات تقريبا، الحين هاي ثالث سنة يعني من 2016 يعني. فالحمد لله ربي لك الحمد. فالمسؤولية أولا مبهينة، خصوصا ما تكونين أنت مسؤولة عن بيت وعيال، وبعدين يعني تكونين مسؤولة عن هالفئة ومعاك ناس بعد تكونين أنت مسؤولة عنهم ينطرون يعني الخطوات منك أنت شو بتسوين، فيكون يعني إدارة، أنت المديرة، ما هذا يكون شيء ثقيل ثقيل، تخافين تظلمين، تخافين أن يعني تقللين من قدر أحد، هاي كلها لازم تحاسبين فيها على أساس أن أنت تكونين قادرة تمسكين الشيء اللي أنت تبينه وتوصلين للي أنت تبينه، الهدف اللي أنت تبينه. فالمبادرة محتاجة يعني دعم مادي، محتاجة مقر، احنا ما عندنا على فكرة مقر، احنا كل يوم لنا مكان، كل يوم نجتمع في مكان، فصعبة، ما راح اقول صعبة بالنسبة لي او حق الاعضاء اللي معاي، لا، صعبة حق المتطوعين اللي يجون كل مرة مكان، لا، فلما يكون لهم مكان معين او مقر معين يجتمعون فيه بيكون راحة حتى نفسية حق اهاليهم، يعرفون انه لا هالمبادرة لها مقر ولها مكان. فأنت لما تتكلمين والله لما حد مثلا يسأل المتطوعين او من الاعضاء او اي حد يستفسر عن المبادره، اوكي انت تحت اي مظله، انت وين مكانكم، في البدايه كنت يعني اقول يا ربي شو اجاوب شو اقول، صعب ما تقدري تقولي، لان اقول لا يمكن ما يدشون معي في المبادره. بعدين لا قوة قلبي، لا اول ما يكلموني احنا مش تحت اي جهه رسميه، مش تحت اي جهه حكوميه، المبادره شخصيه خاصه مجموعه معاي من الشباب والبنات، فتميت اشرح الوضع مبسط، هذا هو اللي حاب يدخل يدخل، في وايد يدخلون ان حابين المبادره، حابين الفكر، حابين كلمه كبير سن، في بعضهم احنا يقول خلاص لا تشرحي لنا كبير سن، خلاص احنا معك، عرفتي شلون؟ فهاي شيء بحد ذاته صار يشجعني اكثر، ما علي ما عندي مقر، لا بس انا استمر، انا اقول اتكلم، المبادره محتاجه دعم مادي، دعم معنوي، محتاجه مقر. يعني فخوره فيك رباب رغم كل هالاحتياجات اللي انت شلتها. يعني قاعده تحاولين تغطين كل هذه وانا متاكده انك قادره. والله شو اقول لك، يعني اولا قادره بالله سبحانه وتعالى، لاني انا قاعده اسوي الحمد لله شيء انساني، شيء يخدم بلادي ويخدمني ويخدم عيالي. فئة محتاجة. يعني هالفئه هذه اكيد، هذه فئه، شوفي الفئه هذه دائما لما تقعدين معاهم يحسون ان هم غير قادرين على العطاء، خلاص يقول لك احنا هني وخلاص وقفنا، بالعكس انت لما تعلمين الشباب تقول لهم لا ترى شوفهم قادرين على العطاء، قادرين انهم يعطون، فهاي شيء بحد ذاته شيء كبير، انت قاعده تعلمين الصغير والكبير لا لولا هم احنا ترى ما وصلنا اللي احنا فيه. صحيح رباب، فقرتنا للأسف خلصت، لكن كلمة كلمة توجهينا حق الفريق. فريقي؟ فريق، كلمة سريعة. فريقي طبعا أحب أشكرهم وايد، أحب أقول لهم ما قصرتوا من
من أصغرهم لأكبرهم، سواء اللي واقفين معاي في المبادرة، في المشاركة، في سناباتهم، يعني في معاي من السوشيال ميديا، يعني صراحة ما قصروا، فحبيت أشكرهم من كل قلبي وأقول لهم الله يعطيكم الصحة والعافية. فبالذات سكرتيري أبو عبد الله صراحة معاي خطوة بخطوة ما قصر. نوجه له تحية قاعد يصورك. فيعطيكم ألف عافية وما قصرتوا على الاستضافة الحلوة. شكرا لك رباب. مشاهدينا كانت معنا رباب المهندي، صاحبة مبادرة ريحة هلي، شلت على ظهرها 3 سنين. هذه رسالة نوجهها لكل جهات، للي حابة تدعم هذه المبادرة سواء ماديا أو حتى معنويا أو حتى بمقر، تستاهل هذه المبادرة، خصوصا أنها هي من القلب للقلب وقدرت توصل. وشكرا للفريق كامل، جزاكم الله ألف خير على اللي تسوونه. والحين مشاهدينا راح نختم حلقتنا المنوعة مع هذا التقرير اللي سلط الضوء على أحد المشاريع القطرية اللي اكتملت في الفترة الأخيرة، حديقة البدع والشارع الأحمر، فهو لوحة معمارية حديثة تنسجم مع جمالية مدينة الدوحة الخلابة. نتابع. الشارع الأحمر في قلب الدوحة، إنه الشارع الأول من نوعه في قطر، والذي تم رصفه بالإسفلت الأحمر ليتميز عن باقي شوارع المدينة. يبدو كبساط أحمر رائع لافت للأنظار، وقد لاقى صدى جميل لدى الناس. تم إنجاز المشروع بإشراف المكتب الهندسي الخاص في زمن قياسي وفق مقاييس الجودة العالمية للطرق. يمتد الشارع الأحمر من إشارات مسرح قطر الوطني وحتى دوار الديوان الأميري بطول 2 كيلومتر تقريباً، وهو يمر خلال حديقة البدع، والتي ستكون بمساحة تقدر بحوالي 2 مليون متر مربع، وهي تطل بإطلالتها الرائعة على كورنيش الدوحة. يتخلل الشارع معابر للمشاة، ويراعى متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العبور بإمكانية استخدام الكرسي المتحرك وبعدد 16 معبراً على امتداد الطريق. يمتاز الشارع الأحمر أيضاً بإمكانية إغلاقه أوتوماتيكياً لمنع مرور السيارات عن طريق حواجز خاصة، ليتحول في المناسبات الهامة إلى مكان للمشاة فقط، كما هو الحال في اليوم الوطني أو اليوم الرياضي أو في الفعاليات العالمية التي ستحتضنها الدولة، حيث ستكون حديقة البدع التي يمر خلالها الشارع الأحمر إحدى أهم الأماكن الرئيسية المخصصة لاحتضان تجمعات جماهير كأس العالم 2022. ويأتي تدشين الشارع كأحد مراحل حديقة البدع التي يشرف على تنفيذها المكتب الهندسي الخاص، ويتوقع افتتاحها قبل نهاية العام الجاري، والتي تتضمن مواقف تحت الأرض في أماكن متفرقة من الحديقة بسعة 6000 موقف تقريباً، موزعة على 8 مواقف، منها مواقف شرق الشارع الأحمر. ستكون هناك مرافق عديدة أخرى من المقرر إنجازها قبل نهاية هذا العام، مثل منصة الاحتفالات الرئيسية وصالة اللياقة البدنية والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى أجهزة التمارين الخارجية وملاعب رياضية وملاعب للأطفال ومسرح مكشوف يتسع لأكثر من 800 متفرج. كما تجدر الإشارة إلى أن أحد الأندية الصحية الرئيسية الملاصق للشارع الأحمر سيكون مخصص للنساء فقط. ولا يتميز الشارع بلونه الأحمر فقط، فإضاءته مميزة أيضاً، وهي من نظام LED الصديق للبيئة، وهذه التقنية تستهلك طاقة كهربائية أقل بكثير من الإضاءة التقليدية، ويمكن التحكم في تغيير ألوانها بشكل مستمر، وهي تضفي على الشارع مظهراً جمالياً متكاملاً في لوحة معمارية حديثة تنسجم مع جمالية مدينة الدوحة الخلابة.
تقرير مشاهدينا نكون وصلنا معاكم نهاية حلقتنا لليوم. لا تنسون تتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة لكم أسفل الشاشة. الملتقى إن شاء الله الأسبوع المقبل، نشوفكم على خير وفي أمان الله.